السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في قناتي وصفات أمي الغالية. يوم شاء الله نحضر كوكيز بالشوكولا والعنب المجفف بطريقة سهلة ومذاق رائع ولذيذ جدا، ويجي معلك من الداخل ومقرمش من برا. وأكيد إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات. على بركة الله نبدأ في الوصفة نتاعنا. نحتاج 125 غرام مارغرين طرية بحرارة المطبخ، راح نزيد كاس سكر ناعم، ونزيد ملعقة صغيرة لافاني، ونخلط مكونات جيدا بالخلاط الكهربائي حتى يتبدل لون الخليط ويرجع بيض. هنا عندي زوج حبات بيض، راح نضيف البيض تدريجيا. في كل مرة نخلط نضيف البيض. هنا راح نزيد البيضة الثانية ونكمل نخلط مليح البيض مع المارغرين تقريبا مدة 10 دقائق، باش الكوكيز تاعنا كي يطيب يبقى محافظ على الشكل تاعو وما يطلقش الزيت في الفرن. هنا بعد ما خلطت مليح راح نضيف فارينة. نبدأ بالكاس الأول ونزيد الكاس الثاني ونزيد ملعقة صغيرة خميرة كيميائية، راح نخلط الفارينة مع المكونات بالخلاط الكهربائي جيدا هكذا. وبعدها راح نكمل نضيف الفارينة. راح نضيف نصف كاس، نبدأ بنصف كاس، نبدأ نجمع العجينة. الفرينة دائما نضيفوها تدريجيا لانه دائما نوعية تختلف، كاينة نوعية تتشرب ونوعية ما تتشربش. هنا مازال راح نزيد نصف كاس ونكمل نجمع العجينة. وكما راكم تلاحظوا العجينة خذت لي تقريبا 3 كيسان فارينة. هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه. هنا عندي 70 غرام شوكولا، راح نزيد 70 غرام عنب مجفف الحجم الصغير. راح نخلط المكونات جيدا مع العجينة. كما راكم تلاحظوا العجينة تاعنا راهي ما تتلاصقش في اليدين. هذا هو القوام المطلوب. العجينة راح نقسمها إلى كويرات، في كل كويرة راح يكون 40 غرام. إذن في هذه اللحظات الفرن راهو سخون، راح نطيبه في 150 درجة. راح نخليه حتى يطيب ويتحمر من تحت وياخذ تحميرة خفيفة من الفوق ونحيه. وفي الاخير كوكيز راهو واجد. كما راكم تلاحظوا جا ما شاء الله جا هايل، حضرناه بطريقه سهله وبسيطه جدا، ويجي بزاف بنين، يجي معلك من الداخل ومقرمش من برا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها، واللي راح تجربها نقولها بالصحه والهنا. تهلاو في رواحتكم، في امان الله.